الملة وأصحاب النيافة خروجا عن الملة، يوم أريد المساجد لله والمعابد لله لا للأشخاص، فاعلموا أنني في دين الحب هذا ديني، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني، لأن الله قال لي في القرآن: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤمنوا حتى تحابوا، وقال لي المسيح عليه السلام: إن أردت الله فاسلك طريق المحبة تصل إليه. أيها الأحبة، ودعت ساري وودعت سارية، وبينهما ودعت شهداء هذا الوطن، وكلكم ودعهم معي، كلهم كانوا هناك في كل محافظة من محافظات سوريا، كانوا هناك والدموع تغسلهم بماء الحب. نعم، أقول لمن حملوا السلاح من خارج هذا الوطن ودخلوا: أسقطوا السلاح، فسوريا ستولد من جديد هذا العام، ستولد من جديد بإذن الله. فإن أردتم سلطة فأرونا مناهجكم ولا تشرعوا علينا أسلحتكم، فإن أقنعتنا مناهجكم سنتبناها ونحملها على رقابنا. أما أن تجبرونا بأسلحتكم على أن نقبلكم، فالله تعالى قال: لا إكراه في الدين، فكيف أكره على نظام؟ كيف أكره على حكم؟ لذلك أسكتوا قنواتكم فما عادت تؤثر فينا، فبعد الدماء ما عادت الكلمات تنفع، لأن الدماء غطت نور كلمات الخير الذي أردناه لكم. ولكن تعالوا فاجلسوا وأنا أبشركم وأتحداكم، أبشركم بأن سوريا لا يحكمها ظالم، لأنها أرض الله. فالله تعالى هو الذي يهب الحكم لمن يشاء، وهو الذي يعز من يشاء، وهو الذي يذل من يشاء، بيده الخير. فإن أردتم إعزاز سوريا، فسوريا لا تكون عزتها بقتل أطفالها وأبنائها وأهلها أبدا أبدا. سوريا أرادها الله لتكون مهدا لرسالات السماء. سوريا التي أحبها وأعرفها من القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، هي من غزة إلى إنطاكية، ومن البحر إلى أرض الحجاز. سوريا قبل 100 سنة كان جدي وجدكم يمشي من إنطاكية إلى غزة لا يخرج بطاقة هوية ولا جواز سفر، لأنه لا زال في سوريا يمشي. سوريا كانت قبرص، الجزيرة المحببة إلى سوريا. افتحوا في أرضها تروا آثارها، تروا أم حرام بنت ملحان هناك، تروا رهبانا من سوريا دفنوا على أرضها هناك. نعم، أخذوها منا، وأخذوا فلسطين، وأخذوا لبنان، وأخذوا الأردن،
وبقيت سوريا تفتح يديها لكل أبناء لبنان أمام الأزمات فهم أبناؤها، ولكل أبناء فلسطين وتقول اجلسوا في سوريا ما شئتم فلن أمنحكم جنسية، تقول فيها الأمم المتحدة أنكم تركتم فلسطين فأنتم جنسيتكم سورية وولايتكم فلسطين، ستبقوا أبناء فلسطين وإن كنتم في سوريا. هذه سوريا، وأقولها لإخوتي في الحجاز والسعودية، أقولها لكم، نبينا كان يخرج من أرض الحجاز إلى الشام مباشرة ثم يقول لأصحابه إذا كثر القتل فعليكم ببلاد الشام فإنها الأمن والأمان إلى يوم القيامة. هذه هي البشارات. أرض الشام لن تزل، وأرض الشام من يريد السلطة فيها ليأخذها بحب الناس وبفكر الناس وبعون الناس وبمنهج الإيمان. أما من يريد سوريا ساحة لسياسته رغما عن أبنائها فأقول للجامعة العربية وللأمم المتحدة غيروا آراءكم، فسوريا هناك طاقة فوقها اسمها ملائكة الرحمن ترفرف عليها إلى يوم القيامة. أما التحذير، إن راهنتم على الطوائف في سوريا وعلى المذاهب في سوريا وعلى الأحزاب في سوريا وعلى الجماعات في سوريا، أقول لكم لا تراهنوا، فنحن إذا اشتدت الشدائد ننسى آلامنا مع بعضنا وننصهر جسدا واحدا وسلوا التاريخ عنا. سلوا التاريخ يوم قيل لفارس الخوري واسمع يا ساركوزي، يوم قال أجدادك لابننا فارس الخوري جئنا لنحرركم نحن وأنتم مسيحيون، قال أخرج فأنا وإخوتي مسلمون ومسيحيون. اسمع يا من يريد تمزيق سوريا، يوم قدموا لصالح العلي في جبال اللاذقية خريطة الدويلة وقالوا له هذه دويلتك وأنت أميرها، كما ضحكوا يوما وغدروا بالملك فيصل والشريف حسين يوم قسموا المنطقة وقالوا لهم أنتم ملوكا ولكن تحت حمايتنا، أنتم ملوك ولكن بأمرنا. لذلك يوم قالوا لصالح العلي هذه خريطة دويلتك قال أتعرفون أين دويلتي؟ قالوا لا، قال تمتد من مكة إلى جاكرتا ومن المغرب إلى مكة إلى طهران، هذه دولتي ليس بينها حدود أبدا. وطمعوا بالسلطان فذهبوا إلى جبل العرب وقالوا دولتك تمتد إلى جبال الجولان، وأقولها لمن يحلمون اليوم أن يكونوا ملوكا وزعماء لطائفة أو لمذهب أو لجماعة، اسمعوا أجدادكم وشرفهم. قالوا له هذه خريطة دولتك، فقال أنا عربي واختارتنا السماء لنستقبل كل رسالاتها، فالمسيح كان في أرضنا
ومحمد جاء إلى أرضنا، وموسى أمن في أرضنا، وهديناكم بنورنا، فأنتم اليوم تأتون لتخططوا لنا حدود دولتنا. دولتنا تمتد من مكة إلى السماء، فكل بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فقالوا لنذهب إلى ابن محافظة إدلب، إلى إبراهيم هنان، وقالوا لهم إن من في الجبال تخلوا صالح العين وإبراهيم هنان وفارس، فأقم دولة حلب. فقال أتدرون لما نحن في السهول وهم في الجبال؟ قالوا لا. قال هم في الجبال كالنسور يحموننا، ونحن في السهول نزرع لهم فيعيشون في سهلنا، ونحمى من جبلنا. أعرفتم من نحن؟ فبلا سهل لا يبقى جبل، وبلا جبل لا يحمى سهل. فقالوا ماذا نفعل؟ هنالك كرديهم يوسف العظمة. قالوا أليس الذي قتل هناك على أرض ميسلون؟ إذن أخرجوا من أرضنا. هكذا قال لهم مطران حلب يوم منعوا صلاة الجمعة، منعوها في أنطاكيا وحلب وحمص وحماة، لأنه بعد صلاة الجمعة كنا نخرج ضد الفرنسيين لا ضد بعضنا البعض، ضد الفرنسيين. أما صلاة الجمعة فقد صارت بعدها هي لقاء الحكمة، لقاء البناء. فاجعلوا من صلاة الجمعة بناء دولة جديدة لا خوفا وتحطيما. نعم، أغلقوا مساجدنا يوم الجمعة. فأرسل المطران إلى كل الأئمة والخطباء إن كنائسنا قد هيئت للصلاة في يوم الجمعة، فصلوا الجمعة فيها. أقولها لمن سيكتبون على صفحات الإنترنت بعد ساعات أننا خرجنا من الدين وأننا ضد الدين، أقولها لهم اقرأوا القرآن واقرأوا تاريخ سوريا، فتاريخ سوريا في يوم من الأيام لم يتصادم مع كتب السماء، إنما كان القرآن والإنجيل والتوراة نور وضياء في سورية دائما. فلا تقتربوا من سوريا، لا تقتربوا من أبنائها. ففي الحديث من أرادها بسوء قصمه الله. فتوقعوا يا من ترسلون السلاح والمال والمقاتلين إلى سوريا، توقعوا أن يقسم الله ظهركم قريبا، وإنا لناظره لقريبا. اخترتم يوم الجمعة للتفجيرات، وقبل صلاة الجمعة هل رأيتم أما تقتل أبناءها؟ هل رأيتم أمة تقتل أبناءها؟ تقولون أن هناك من يقتل في الداخل، وتبررون لأنفسكم ذلك وتكذبون على الخلق. نعم، ستقفون يوم القيامة بين يدي أعدل العادلين ليقول لكم قتلتم وكذبتم وكفرتم وأهنتم وشتمتم، فعلى أي دين أنتم وعلى أي شريعة أنتم؟ لا والله، أنتم ملك الهوى وعبيد الشيطان، فافعلوا ما شئتم. فنحن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما.
أحبتي في سوريا، كونوا يدا واحدة وندعو لقائد هذه الأمة سائلين المولى أن يجعل شبابه في خدمة هذه الأمة وعزتها وكرامتها، وأن يجعل له في تطور سوريا على يده لكل أبنائها بكل أطيافها معارضة وموالاة، فتحا جديدا ونصرا جديدا ولقاء جديدا. يا قائد هذا البلد، نحن ننتظر في هذا العام جمع شمل الأمة وتوحيد الكلمة وتوحيد الصفوف. فقف واحزم أمرك، وقف أمام الفساد فكلنا يد معك. وقف في وجه المفسدين، وقف في وجه المفسدين، فنحن لا نريد قتلهم إنما نريد إصلاحهم، فإنهم أهلنا بغوا علينا، فإن أرادوا قتلنا أردنا حياتهم، وهذا الفارق بيننا وبينهم. سر على بركة الله، وضع طريقا جديدا لهذا الوطن تبعد فيه عنه هذه المؤامرة الكبيرة وتحقن الدماء، ونفتح أبواب السجون لمن يريد أن يبني معنا في هذا الوطن، وابتعد عن الحقد والكراهية والإيذاء. نفتح للجميع خارج الوطن وداخل الوطن ليبنوا معنا، وهناك من كل أبناء العرب الشرفاء، من لبنان، من الأردن، من فلسطين، من مصر، من المغرب، بكل بلاده، من تركيا، من السعودية، من قطر، من الكويت، من الإمارات، من اليمن، هناك الشرفاء معنا إلى يوم القيامة يدعون لسوريا ألا تركع، ألا تركع، ألا تركع إلا لله. رحمة الله، رحمة الله عليك يا حمزة الخطيب، ويا ساري ويا سارية، رحمة الله على كل طفل اغتالته يد الغدر في أرضنا، رحمة الله على كل طبيب وعامل ومثقف وفلاح وجندي وشرطي قتلته يد الغدر في أرضنا، رحمة الله على كل من أراد البناء فقصم ظهره من أولئكم الغوغاء، شلت يد في هذا الوطن ترفع السلاح على أبنائه وتقتل أطفاله ورجاله ونساءه، شلت يد يوم ترفع يدي على أي إنسان في هذا الكون لأعتدي عليه، لأنني أستطيع أن أصلحه بدل أن أقتله، فالله أرسلنا دعاة مصلحين ولم يرسلنا قضاة قاتلين. لذلك أيها الأحبة، قد نختلف، قد نتصادم، ولكن دعونا في الجدال ننتقل منه إلى الحوار، إلى الحب، وكما بدأت كلمتي عنصر الأجساد منا واحد أقولها لكم، فكم بين حذاق الجدال تنازع وما بين عشاق الجمال تنازع، سوريا أرض الجمال، أرض الخير، فلا نتنازع على نظام الحكم فيها، فنظام الحكم على أيديكم يصنع، وعلى زنود أبناء سورية يبنى، وعلى قلوبنا وحبنا يصاغ، فتعالوا نصوغ سورية الجديدة بعمل جديد وحب جديد. وشكرا لمن جمع هذه الباقة وبذل هذا الجهد من الشباب والإخوة والأخوات، أقولها بصدق لكم، للآباء وأصحاب النيافة
والإخوة والأخوات أكم نحن، فالوطن هو الذي يضع على صدوركم أوسمة الوفاء، والله يضع في قلوبكم نور العطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.